بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي قناة طرف الدبوك، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله مع الزراعة الحديثة، مع الطرق الحديثة، مع الزراعة العضوية أو مع الزراعة الأورجانيك، هتشوفوا معنا يعني حاجة جديدة خالص، فتابعونا. بس ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة اللي ما اشتركش، لأن أغلب اللي بيشاهدونا غير مشتركين في القناة. الله يديك العافيه ابو كرم. الله يبارك فيك يا شيخ عرفات. يعني احنا النهارده معاك في زرعه الكركديه، معروفه ابو كرم يعني بخبرته في الزراعه. يعني انا دايما هنشوفك برضه في مؤتمرات، انت وشريكك ابو عبده هتحضروا مؤتمرات، يعني اي ندوه زراعيه، اي مؤتمر زراعي، فيعني انتم المزارعين المتطورين دايما يعني. فعاوزين نستفيد من خبرتك يعني، فتكلمنا عن نبات الكركديه ده، ازاي بتزرعوه يعني من البدايه كده؟ الله، احنا بالبدايه عن نحرة الارض يعني ونفجوها زي اي زرع. تمام. وعن نمدد البذره غليتين غليتين كده كل نص متر يعني، عشان الزرع يفرع ويطرح طرح حلو لما يكون خفيف. يعني زرعناه السنه اللي فاتت اصلا احنا وعارفينها. مجربين طبعا. جربناه يعني. لما يكون خفيف الزرع يفرع ويجيب انتاج حلو يعني. جميل. طب هل هو الغله بتاعته زي الباميه يعني؟ زي غله الباميه. هل النقره بتاعته تبقى زي الباميه ولا هتعملوه زي الخيار؟ اوسع من الباميه، نسوها خلوها بتاع نص متر النقره بينها واختها. اوسع. لانه هو يعتبر زي شجره يعني. يوسع. يفرع. طب انواع الكركديه، النوع اللي انت زارعينه ده، هل هو الكركديه نوع واحد عندنا يزرع في ارمنت ولا كذا نوع ولا ايه؟ في كذا نوع، في نوع بلدي احمر وفي نوع سعودي وفي نوع سوداني، بس ده نوع ابيض، ده شركه ادويه من الدهلانه. دينا معاها يعني. وجديد الموضوع ده لي السنه الثانيه يعني شغالين فيها. ده يعني مش بلد الكركديه ده؟ لا، ده كركديه نبض، ده شركه ادويه ياخذوه الصدر، مش هترش ما سم ولا حاجه ويتحلل وكلام زي ده. يعني يعتبر انتوا هتزرعوا بطريقه عضويه او سماد عضوي ومن غير رش ولا حاجه، هم يعني لو اصابه قالت تصل علينا احنا هنعالجوها يعني. الريه اللي بعد كده اللي هي ريه محياه بعد 10 ايام. بعد 10 ايام من الزراعه؟ من الزراعه. طب ايه طرق الري يعني؟ هل الكركديه يستحمل الميه يعني؟ يحب الميه كتير؟ يحب يعني. رمينا زقنا ريه المحياه بعد 10 ايام، اشتريت محياه عزقنا. حاليا اللي بتاع شهر واربع ايام على كده هزق. طب انا شايفكم هتعزقوا النهارده يعني، دي العزقه الكام دي؟ دي العزقه الاولى دي. دي الاولى؟ يعني اكمل بعد ريه المحياه 50 يوم، 55 يوم حتى نزقوا. يعني هو النبات دلوقتي ليه تقريبا كام يوم يا ابو كرم؟ رمينا 6 6 احنا 6 6 النهارده 11 7 11 7 يعني تقريبا شهر وكم يوم كده؟ شهر واربع ايام خمس ايام. طب المراحل اللي بعد كده بقى، اديك عزقت انت العزقه دي، ايه اللي هيتم في الكركديه ان شاء الله بعد كده؟ بعد كده هنرجع نفل الغزه الغزيره مثلا، النقره اللي فيها 5 6 خليها 2 اتنينات بس يعني. بعد العزقه دي جدع لبلاب، جدع حشيش، عن تلفاه برضه ننظف الزرع نخليه تمام. جميل خالص. طب طرق التسميد اللي انتم شغالين بيها يعني، هل هي الطرق العاديه؟ طبعا انتم مش هتسمدوا اي سماد يعني. لا، في سماد عضوي مع المنزمون اللي هو اسمه ايه شركه دي؟ سماد مو يعني استعملوا منزمون نيتنا دي متابعانا برضه. ده سماد عضوي. سماد عضوي. يعني كل زراعاتكم تعتبر زراعة عضوية؟ زراعة عضوية، بس عنده نص الكمية كمان يعني، ونصها سماد عضوي. يعني طب الكركديه تقريبا ياخذ كم مية كده يعني يا ابو كرم؟ يعني في الارض السوداء ياخذ اربع ميات خمس ميات. لكن في الارض الجبل ياخذ مية كثير طبعا. الله يديك العافية ابو كرم. الله يبارك فيك. الله يديك العافية ابو عبدو. طبعا يعني احنا عاوزين نستفيدوا من خبراتك يعني، انت كرجل يعني عضو في الاصلاح الزراعي والخبرات الكبيره بتاعتك في مجال الزراعه يعني، فمحتاجين المتابعين بتاعتنا يعني يستفيدوا من خبراتك في الزراعه. فالكركديه ده هل في امراض هتصيبها يعني؟ هو في احنا لغايه دلوقتي المن الابيض ده حنعانوا منه كل المزارعين يعني حاليا. بس احنا نتعامل اللي مبدات
الاورجانيك يعني اللي بتتحلل معاه بالنسبه لنا ما تتاثرش بها. يعني انتوا مش هتقوموه برضو باي طريقه اللي هي الطريقه العاديه بتاعت الناس اللي هيجيبوا حاجات كيماويه وكده؟ لا احنا لا حاليا نستخدم العوين بتاع الفرن بتاع بتاعت يعني الدوره الشمالية بتاع جو معنا احنا ايه نسبه ايه 25-30-20%. يعني تستخدم حاجات من الطبيعه؟ من الطبيعه. زهره حاجه معنا اروح الشركه نقول لهم والله عندنا كذا كذا هم الناس عبتوا لنا. مدير الشركه اسمه مين؟ اسمه محمد عبد الحميد. المهندس محمد عبد الحميد. انت يعني كراجل يعني زرعت الزراعه العاديه والزراعه الاورجانيك يعني ايه الافضل؟ هل الافضل الزراعه الطبيعيه اللي احنا شغالين بيها ولا الافضل الاورجانيك؟ لا الاورجانيك. طب ايه الفرق بينهم يعني يا ابو عبدو؟ اول من السموم، احنا حاليا جات الامراض الكلى والكلام ده كله من السموم يعني. شغالين وحتى انا كمزارع مستفاد اني ارخص. اغلى يعني التكلفه. واغلى بالنسبه لي في البيع. يعني التكلفة بالنسبة لك أقل وأنت مش هتعاني من هيعاني من المزارعين من كل شوية رش وكده؟ لا طبعا. فأنت يعتبر أوفر بالنسبة لك؟ مش مكلف بالنسبة لك. يعني زراعة يعني كده أنت ممكن تنصح المزارعين كلهم إن هم يتجهوا للزراعة الزراعة الأورجانيك أو الزراعة العضوية دي؟ في شركة اللي هي عمودية اللي بيسمونها محمود. دكتورة يعني حاليا في الجامعة. أنا شفت لها صورة معاكم هنا كنتوا في زرعة تقريبا أنت وأبو كرم. متابعة معنا. الله يبارك لها. تمام هنحط الصورة إن شاء الله هتشوفوها. هي هتيجي وهتتابع معنا يعني. عرفتنا بشركة اللي هي شركة مو. شركة السماد العضوي. عجبنا الشركة يعني إيه الشركة دي؟ انا بدل ما عندي كيس سماد للزرع عندي نص كيس. جميل. يعني نص التكلفه ونجي احط الجركن. وفرت معي هنا. لك التحاليل بالنسبه لي كلها حاجات. طيب يا ابو عبدو يعني الـ الـ الحصاد بقى يعني بعد التزهير يعني هل هتسقوا برضه بعد ما يزهر الكركديه هتسقوه؟ عندي بوتاسيوم. عندي لازم ندي بوتاسيوم انا. جميل. يعني بوتاسيوم ودي تسميده يعني تسميده تسميده هو اخذ تسميتين. يعني معدل الفدان من كيسين ثلاثة بس مع السماد ده اعتبره كيسين الفدان. كيسين. طب التسميدة الأولى اللي هو أبو كرم قال إن هي بعد رية المحياة اللي هي يعني اللي الرية اللي قبل اللي بعد رية المحياة. احنا نسقوا من رية المحياة ونسقوا ونصوم مع كده. وندوا الجرعة بتاعت اللي هي جركن سماد. أو جركنين الفدان. تمام. ونص كيس ملح وكيس ملح. والثانية بقى اللي هي وقت التزهير مش كده؟ المرة الثانية في التزمير. طب يعني الناس اللي هي زرع القرقدان العادي اللي هو الأحمر هيعانوا يا أخي من في موضوع الحصاد من هو إيه التكلفة بتاعت اللي هي إن هو يطلع اللوزة دي من النبات نفسه. فهيقولوا إن هو الموضوع ده مكلف جدا معاهم. حتى ما فيش أي طريقة حديثة فهل أنتوا بتعانوا برضو من نفس المشكلة دي ولا؟ لا احنا هنقص المقص هتاخد اللوزة كلها. يعني مش هتعاني من المشاكل دي خالص؟ لا يعني حتى انا يعني جيت لما جيت في العامل معي لما نجيب العامل زي اللي يحب الصبيح لا هنا بتكلف تخف معي انا. يعني انت هنا هترتاح من مصاريف اللي هي السموم والمبيدات وهترتاح برضو في الجاني الجمع. في موضوع الجمع. حتى جمعة مريحنا انا الجمعة مرتاح معي. طب موضوع التسويق يعني يا ابو عبدو هل النظام اللي هو الزراعه العضويه دي هل لها تسويق يعني زي العاديه؟ حاليا احنا برضه في تطور زراعه جديد دائما تبقى في ندوات معالي يعني الحياه اللي الاورجانيك اللي هي تاخذ اللي هي السماد العضوي ليها تسويق عندنا. سعرها اغلى. يعني نجيك مقارنه كيلو السمسم كان المصروف 17 ده ب 27. اي حاجه عضويه وليهم حاليا توصل معنا يوصلونا هم يعني. جميل. شركات مزروعات تجينا توصلنا تعملنا علاقات مع اللي برا. مع المصدر مع قعدنا يعني. انا شفت لكم برضو يعني صور كده ان انتوا برضو هتحضر الاجتماعات والمعارض دي. طب يا ابو عبد يعني انتاج الفدان تقريبا من الكركديه لان ممكن يعني لو كان في يعني مجزي بالنسبه للمزارع ممكن المزارعين يتجهوا لزراعه الكركديه زي ما احنا عندنا مثلا زراعه الباميه يعتبر الاولى على مستوى الجمهوريه. اي زرع تهتم بيه دي حقه هيديك انت يديك ربح. بالنسبه للكركديه يتراوح يعني ما بين طن ونص. جميل. يعني الانتاج بتاع الفدان هو الكركديه الابيض. الكركديه الابيض ده. يختلف على الكركديه الاحمر في الانتاج؟ هو يختلف. لا هو ده احنا هنكف ليه هنكف الزرع في الاخضر حبايه واحده. لانه عبقى صغير مش عبقى نبات عالي يعني. الكركديه لان كل ما تخف الارض كل ما تديك حجم. جميل. يعني الجذع
تقدرش تقل انت لحالك تقريبا يوصل يعني طولك قد ايه؟ لا ممكن يوصل متر ونص مثلا، مترين. متر ونص مترين. متر ونص مترين، ويفرق يدي معاك، كل مكون خفيف يفرق معاك. واحنا نتحدى خلي بالك قريب على بعضها برضه، احنا المفروض كان نشيل كل وحده من. احنا برضه ايه عايش لغايه اخر لحظه على الفل الاخير حنضبط الدنيا. جميل يعني جميل خالص. مره ثانيه سيادتك خلصت الدنيا لك يا معلم. اسم الشركه ايه يا ابو عبده؟ اجيبوه. جميل. التجاوب بتاعتها وازرع يعني طريقه الحصول على التجاوب بتاعتها دي من خلال الشركه فقط يعني؟ من خلال الشركه فقط. مش اي حد ازرع يعني. ازرع التعاقد عشان ايه؟ ما حدش يعرف اشتري منك من برا يعني. ما ليش تسويق؟ ليش تسويق على الشركه؟ في بدايه، في بدايه يعني يعتبر البدايه يا ابو عبده. ربنا يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله لو توسعت يعني برضه حنجيب التقاول الناس وحنزرع كل حاجه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربك يسهل. وفي يعني معهم برضه في انواع ثانيه ازرعوها غير دي، غير النوع الابيض ده، الشبر والكراويه وال النعناع. النعناع والحاجات العطريه دي والزيتون. سكر بسيط عطريه مولانا، كلها اورجانيك ده. جميل خالص. ان شاء الله حنتابع معكم باذن الله ونشوفوا باقي المراحل. وبارك الله فيك ابو عبد، وان شاء الله يعني ربنا يوفقكم ويوسع عليكم ان شاء الله. وحنتابع معكم ان شاء الله يعني باقي الزراعه من خلال الفيديوهات القادمه ان شاء الله، فتابعونا.